بالنسبة للسؤال اللي تفضلتم به، التيار الصدري بحسب المعطيات انه ماضي بالعصيان المدني، لكن لا تزال الامور غير واضحة. ما هي الآليات التي سيعمل بها؟ هل هناك تنسيق مع قوة تشرين التي تتهيأ وتستعد لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين المباركة في 2019؟ أما بخصوص من هذا من جانب، من جانب آخر الإطار لا زال متمسك بترشيح محمد الشياع السوداني مرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وبحسب المعطيات والمعلومات التي متوفرة لدينا أنه أكمل برنامجه الوزاري ولم يتبقى غير اللمسات الأخيرة لإنهاء جولة من المفاوضات بعد الأربعينية، كما هو معلوم بالإعلام أنه سوف تكون هناك زيارة من قبل السيد العامري والسيد نجران البرزاني والسيد الحلبوسي إلى الحنانة لمحاولة أخيرة لإقناع السيد مقتدى الصدر بالالتحاق بتشكيل الحكومة القادمة بعد تقديم بعض التنازلات للتيار الصدر.